الشكر أولا للأستاذ أحمد السجيني طبعا مع النائب، وشكر موصول للأداء الهائل المتواصل للجنة والسيادة أعضاء اللجنة ومكتب اللجنة. النهارده طلب الإحاطة بخصوص موضوع ورش الأوقاف أو أرض ورش الأوقاف في محافظة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. تم تخصيص الأرض دي يا فندم من 2011 على مساحة 60 فدان، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية اللي هي الورش، و134 محل تجاري، و16 كافيتيريا، و16 سوبر ماركت، ومحطة بنزين، ومول تجاري، بالإضافة إلى خدمات أخرى للمنطقة. تم تخصيص قيمة الأرض أو تم تسعير الأرض في وقتها بقيمة 5 جنيه للمتر. بالإضافة إلى ذلك تكفلت المحافظة بتوصيل المرافق الرئيسية للأرض. تخصيص الأرض لمين؟ لهيئة الأوقاف. يعني المحافظة هي اللي خصصت الأرض لهيئة الأوقاف 60 فدان. مظبوط. 2011. مظبوط. وتصعب 5 جنيه المتر في نفس الوقت ده؟ مظبوط. لا هو مش تسعير. عشان كان أو يعني القيمة كانت 5 جنيه للمتر اللي تم الاتفاق عليه. وتكفلت المحافظه بتوصيل المرافق الرئيسيه بقيمه تتعدى ال 20 مليون جنيه لهذه الارض. طبعا احنا لو حسبنا الغرض طبعا من التخصيص من وجهه نظر المحافظه ان كانت المحافظه عايزه تنقل الورش الحرفيه من داخل مدينه الغردقه عشان تحافظ على الطابع السياحي للمدينه الى خارج المدينه اللي هي منطقه الحرفيين. فلو حسبنا يا فندم ال 60 فدان دول يعني 252 الف متر في 5 جنيه، يعني معنى كده ان الارض كلها قيمتها اللي اتدفعت مليون 260 الف جنيه. احنا لو النهارده بنتكلم على سعر الارض في مدينه الغردقه بالجان التسعير اللي بتحصل دلوقتي هنلاقي ان الارض دي قيمتها تتعدى ال 750 مليون جنيه. وبرده مش ده بيت القصيد. اللي احنا نعرفه ان البروتوكول، وطبعا الارض دي لم يتم العمل بها من 2011 الا ممكن في 2015 اعتقد ابتدى الشغل فيها. فاللي نعرفه ان كان الاتفاق ان المحافظه هيبقى فيه حوالي 400 ورشه دول يتخصصوا او يعني يتحط لهم سعر معقول عشان دول المحافظه هي اللي هتحدد يتباعوا لمين، اللي هم اصحاب الورش اللي المحافظة عايزة تطلعهم من داخل المدينة. فدول كان مطلوب ان يبقى تسعيرهم بشكل معين، وباقي المشروع اللي هو باقي 1253 وحدة دول الأوقاف هتتصرف فيهم بمعرفتها. حصل ان الأوقاف هيئة الأوقاف عملت مزاد على عدد من الورش، وده طبعا وصل السعر لأرقام فلكية تتعدى 600,000 و700,000 و800,000. بعد مناقشات كتير فسامعين انه تم التوصل لاتفاق ان الورش اللي هتتباع يعني بموافقه المحافظه سعرها هيبقى 350,000 جنيه. حضرتك الورشه دي 47 متر. الورشه دي يا فندم 47 متر. فلما تتعمل ب 350,000 جنيه واحنا الغرض ان احنا عايزين نشجع الناس ان هي تسيب الورش اللي داخل المدينه وتطلع بره المدينه. فنحب نعرف برضه يعني ال 47 متر دول تكلفتهم كام على هيئه الاوقاف وهي واخده الارض بالسعر ده؟ مبانيهم يعني كلفت كام ال 47 متر عشان النهارده عايز ابيعها ب 350,000 ومعتبر ان ده سعر مخفض. في حاجه ثانيه برضه ان تم التوصل لبروتوكول مع احد البنوك ان الوحدات الحرفيه دي تتمول على 10 سنوات. بفايده 5% وبحد اقصى 3 وحدات. طبعا جزئيه حد اقصى 3 وحدات دي عامله مشكله لان في بعض الانشطه زي ورش الرخام مثلا دي محتاجه 4-5 ورش من 47 متر دول، البنك مش هيمول غير اقصى حد 3. فبنلاقي ان سعر الوحده يوصل بعد الفايده حوالي 437,000 ونص. وكمان التمويل البروتوكول بتاع البنك بيستثني اي حد سنه هيوصل 65 سنه خلال ال 10 سنين اللي هم فتره التمويل ما ينفعش ياخد، يعني لو واحد النهارده سنه 55 او 56 ما يقدرش ياخد تمويل عن طريق البنك الوحدات دي. ف
الموضوع فيه نقط كتير، ومن ضمن برضو الحاجات اللي تؤخذ على الأوقاف إن أرض مخصصة من 2011 ابتدى لوبك لسه التسليم السنتين اللي فاتوا دول. طب هو ده رفع التكلفة،